دلوقتي. ربنا ونعم ربنا بالله يا حبيبي، مواسيني ومقوى قلبي، وعارفه انه هيكبر خاطري، ان شاء الله عارفه انا متاكده، ان شاء الله. وعارفه انه ده اكيد الافضل ليا، لانه انا ما اخدتش القرار، ولا انا طلبت طلاق، ولا انا حبيت اخرب حياتي. دي ازمه واختبار من رب العالمين، وانا راضيه وموافقه، وربي هيكبرني باذن الله. الدنيا يعني اتغيرت، وجيه الموسيقار هاني قال لك وزة شيطان ونرجع. لا لا صعب، في ليه؟ حاجات اللي بتتكسر ما ينفعش ترجع، في حاجات انا يعني اتمنى ان انا افضل افتكر ذكرياتنا وايامنا، وايام ما كنا اصدقاء اصلا واحنا يعني وصغيرين، يعني انا احب ان انا افضل فاكره الصوره دي، مش قادره افتكر الجرح والوجع والخذلان اللي انا حسيت بيه. أصدقاء كل المشتركين بيقولوا لكم إيه؟ هو احنا الحقيقه يعني كنا احنا تقريبا زي ما بيقولوا البيست فريند، احنا الان تيم، احنا كنا اقرب اتنين لبعض في الجروب، فاحنا فاهمه قصدي ايه؟ أيوة. يعني انا راح مني صديقي الوحيد وحبيبي وزوجي وكل حاجه، انا ما راحش مني بشكل واحد، انا كل هو كان كل حاجه. اصدقائنا المشتركين في منهم ناس، كل الناس لغايه دلوقتي مصدومه، مش مصدقه ازاي قصه الحب واللي هم كانوا بيشوفوه معانا وبيعيشوه وبيلمسوه ازاي يحصل فجاه كده. مش انا لوحدي اللي اخذت صدمه، يعني كل الناس القريبه، اهلي، اخواتي، بناتي، لانه هم بناتي كانوا بيحبوه جدا، وهو كان بيحبهم جدا، وعلاقته بيهم كويسه جدا. هو ساب فجوه كبيره في حياه اسره، مش في حياتي انا بس. ممكن نشوفك بتمثلي تاني يا مي؟ لا صعب، انا اخدت القرار ده عن اقتناع. بناتي زي ما قلت لك مهمين عندي وكبروا، هم اهم بوقتي وبمجهودي، ان انا اربيهم كويس وان انا افضل جنبهم بتابعهم هم بيكبروا. التمثيل عمره ما كان مخلي لي وقت معاهم، وانا دلوقتي الحمد لله عندي شغل تاني ومبسوطه فيه، عارف انتي ما شاء الله عليكي عامله شغل وعندي جميل. وقت دلوقتي ان انا اقعد مع بناتي اكتر. كلمة منك لكل ست بتسمعك لما تفوت عليها أيام صعبة وتمر في حالة غدر قاسية، ودي طبعا انتي تعرفي توصفيه كويس لأن انتي عايشاه، طبعا وساعات الحب بيضعفنا، يعني احنا كستات عاطفيين طبعا فبيبقى فيه الخذلان ده مع كسرة القلب، تقولي لها ايه؟ تقولي لها تستقوى بإيه؟ تقولي لها بصي، اول حاجه انا ساعدتني واستقويت بيها، استقويت بربنا، انا ونعم لجأت له بالله. هو لوحده قبل ما ألجأ لاي حد خالص، لان كثره الخاطر ووجع القلب ده ما فيش اي حاجه تداويه غير اللي خلقك، ان هو عارف، هو اكتر واحد حاسس وشايف انت حصل لك ايه وتعرضتي لايه، وهو الوحيد اللي عارف الحقيقه، وكلنا هنقف قدامه في يوم القيامه وكل حاجه هتبان، هو لوحده اللي تستعيني بيه ونعم بالله. وتمسكي قوي بيه، لان هو الوحيد اللي هيقويك انك تقفي قدام اللي بيشوهوا سمعتك وصورتك وبيكذبوكي، هو اللي هيقويكي انك تقفي قدام مصاعب الحياه بعد ما كان ليكي راجل وما بقاش ليكي راجل، الامان هو اللي هيقويكي في كل اختياراتك حاجه. الجاية يا مي هتاخدي بالك؟ لا جايه دي صعبه. هتعيشي لوحدك يعني؟ انا دلوقتي يعني بصراحه محتاجه اشتغل على نفسي نفسيا وصحيا اكتر، لان الفتره دي ضرتني نفسيا وصحيا بشكل كبير، فمش شايفه انه انا بصراحه اهتم بحاجه غير نفسي وبناتي وشغلي وعيلتي واهلي، دول اهم حاجه دلوقتي الحقيقه.